الاستماع إلى آراء وتقييم لجنة التحكيم. نبتدي بعضو لجنة التحكيم وشاعرنا فواز العزيزي. الله يبيض وجيهكم ويعطيكم العافية، ونشكرك يا مضف على اللفتة الغير مستغربة منك. يشفي الله ملكنا، وحنا نقول الله يشفيه والله يحفظ حكام الخليج ويديم عليهم العافية ويديم عليهم الخير. الطروق هذا لم يكتب له انه يصير فيه السلاسة في الأخذ والعطاء أو التركيب، مع أنكم أبليتوا بلاء حسن. الله يعطيكم العافية والله يبيض وجيهكم، هذا اللي نقدر نقوله. وعبد الله والله إن حنا تجينا ترى الحالة ذي أحيانا في الملاعب، نبى نركب البيت ويلك معنا، حنا نحسب إنهم غير حنا، ترى حتى المطاع الشعار يجيهم الحالة، لكن طبيعي. إي نعم، لا طبيعي الشيء هذا. والله يعطيكم العافية والله يبيض وجيهكم. شكرا شاعرنا فواز العزيزي. ننتقل وإياكم إلى عضو لجنة التحكيم وشاعرنا حمود السمي. الله يعطيهم العافية، ما قصروا. الحقيقة نشكر أخونا مضف، بما أنه من دولة الكويت ودعا الملكنا، يعتبر أنه ملكنا كلنا، وهذا دليل على اللحمة الوطنية بين دول الخليج. والله يحفظ المسلمين ويعز المملكة ويعز دول الخليج كلها والمسلمين كلهم. الطرق هذا يكون فيه من فيه لحمة وطنية وفيه ترابط، والله يبيض وجيهم. يمكن عبد الله أثر على مضف شوي في التأخير هذا، ولكن ما بتلغي شعرية عبد الله ولا تصير معنا الأمور ذي. وأحيان الواحد تمشي مع الأمور معه، وأحيان لكن بيض الله وجيههم ما قصروا. يعطيك العافيه ابو عايض. ننتقل واياكم الى عضو لجنه التحكيم وشاعرنا وصل العطيان. ما قصروا مضف، احنا قلنا من بدايه المسابقه الشاعر اللي يحصل مبدا غير المبادئ التقليديه تحسب له، وهذا الشيء يحسب المضف. اولا نسال الله الشفاء لخادم الحرمين. نعم. وان الله يمتع بالصحه والعافيه. البيت الاول جميل من ناحيه التقاط للموضوع، ومن ناحية كلمة ملكنا احنا فيها رسالة، احنا كشعب خليجي. نعم. نعتبر شعب واحد. بيت جميل جدا 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 ومبدأ جميل ويحسب المضف. اما بقية الابيات ما صار فيها توافق للأسف، وفيها الملاحظات كثيرة بالذات على التركيبات، تركيبة الابيات فيها ملاحظات كثيرة، لكن ان شاء الله اذا منهم تأهلوا المرحلة 12 يعوضونا بإذن الله. شكرا لجنة التحكيم، شكرا شعارنا، بالتوفيق في قادم المراحل بإذن الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى الطروق الثالث. نبتدي وإياكم، ونذكر وننوه بأن كل طروق مدته بإذن الله